ما الذي تحمله مسؤولة الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي في هذه الزيارة إلى الصين؟ أعتقد إلى حد ما أن هذه مجرد محاولة لإعادة الإشراك الصين في فترة صعبة خلال هذا العام والعام الماضي من قبل مفوضية الرئيس مع الرئيس الفرنسي السيد ماكرون. من الجانبين لديهما مصالح اقتصادية مهمة، الاستثمار من الاتحاد الأوروبي في الصين كبير، والاستثمارات الصينية في أوروبا أكثر من 100 مليار أيضا من كلا الجانبين، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الصين على أنها المستهلك الأول لصادراته وأيضا الصادرات الصينية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن هناك علاقات اقتصادية مهمة للغاية، كلا الجانبان يحتاجان إلى هذه العلاقات، هناك أسباب عدة للنظر في هذه العلاقات، ليس لأن هناك اعتماد على العدد من المنتجات الصينية، وأيضا الصين تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية والصادرات الأوروبية، ولذلك فهذه عناصر مهمة. الصعوبة في ذلك هو الاختلافات القائمة بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث إن الصين اتخذت موقفا متقارب إلى حد ما إلى روسيا، وهذا يثير غضب الاتحاد الأوروبي ويعد موقفا معاديا للاتحاد الأوروبي من ناحية، فإن موقف الصين من أوكرانيا ومن ناحية أخرى أهمية أن تكون هناك علاقات تجارية تتم بسلاسة من قبل الصين، خاصة بعد ما حدث من ركود بسبب الكوفيد وبسبب الأحداث الاقتصادية. هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تهدف الزيارة إلى التعامل معها. أيضا خطة السلام من الصين لم تؤخذ بجدية من قبل أوروبا، وببساطة لأن خطة السلام لا تقول أي شيء بشأن انسحاب روسيا من الأراضي التي سيطر عليها بعد هذا الغزو لأوكرانيا. لطالما ذلك كان الوضع، أعتقد أن هذه الخطة لا يمكن أن تؤخذ بجدية. هناك حاجة لطرف محايد دون أي انحياز سياسي لأي من الطرفين لتيسير الأمور وصولا إلى المفاوضات.